السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بمستشفى الرياض الجامعي، بيعلن عن توفر وظائف لكافة المؤهلات والتخصصات، المؤهلات المطلوبة المتوسطة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس فما أعلى، التخصصات إدارية، هندسية، قانونية، مالية، تقنية، صحة، فنية وغيرها من التخصصات. تقوم بالدخول على الصفحة الرسمية لمستشفى الرياض، سوف تجد الوظائف هنا، وظائف الأطباء، أطباء الأسنان، الممرضات، الصيانة، الصحة، الإدارة والعمليات. لو ضغطنا على الأطباء تجد الوظائف جميعا هنا، تستطيع اختيار الوظيفة التي تريدها والتقديم عليها. لو قمنا بالضغط على مثلا الوظائف المساعدة، هنا ضابط أمن، سائق، موزع أغذية، هنا وظائف إدارية، مدير تمريض، مسؤول التطبيق وغيرها من الوظائف. لو قمنا بالضغط على هذه الوظيفة مثلا، سوف يعطينا متطلبات وواجبات الوظيفة وكود الوظيفة والمسمى. تستطيع تغييرها للغة العربية أو الإنجليزية بالضغط كليك يمين ثم تحويلها للغة العربية. إذا أردت التقديم على هذه الوظيفة، هذا هو البريد الإلكتروني، قدم طلب، تقوم بالضغط على قدم طلب ثم تقوم باستكمال هذا الملف ثم إرساله، وبذلك تستطيع التقديم على الوظيفة التي تريدها. هنا تكتب تاريخ الميلاد، هنا تقوم بإدخال البريد الإلكتروني، رقم التواصل، الاسم، بلد الإقامة، الجنسية، الجنس، نوع الدرجة والتخصص وسنة التخرج واسم المعهد وبلد التخرج وعنوان الوظيفة الحالية وصاحب العمل، ثم تحميل خطاب الغلاف، ثم أنقر هنا لتحميل السيرة الذاتية وكتابة الرمز المرئي هنا، ثم تضغط على كلمة قدم الطلب. هذا بالنسبة لهذه الوظائف وغيرها من الوظائف السابقة. تستطيع اختيار الوظيفة المناسبة لك والتقديم عليها. أتمنى الجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.